هو أول من سل سيفا في الإسلام، لم يتخلف عن أي غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. أسلم وهو حادث في سن 16 عاما. هو ابن عمة المصطفى الكريم وحواريه. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا، وحواري الزبير. كان الزبير بن العوام رضي الله عنه فارسا مقداما وبطلا مغوارا، تزوج من أسماء بنت أبي بكر والملقبة بذات النطاقين، عرف بالجرأة والإقدام والشجاعة، كان رجل المهمات الصعبة، كيف لا وهو من كلف بكشف أسرار العدو. كان من بين ستة الذين اختارهم عمر بن الخطاب ليتم اختيار الخليفة من بينهم. كانت شجاعته النادرة سببا مباشرا في انتصار المسلمين على المقوقس وفتح مصر قبل أن يسلم الروح لخالقها وهو مبشر بالجنة.